يوم حطينا كل شيء قلنا خلاص بنفتح واحدة من التوزيعات. صباح الخير، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم بخير وصحة وسلامة. معكم تو ميفن سيسترز. إذا كنتي مشاهدة جديدة لا تنسين تشتركين في القناة وتفعلين جرس التنبيه بحيث يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. في البداية حابين نقولكم كل عام وأنتم بخير، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية يا رب. وفيديو اليوم راح يكون الجزء الثالث لفيديوهات العيد اللي منزلينها، وصراحة تعليقاتكم في آخر فيديو والفيديو اللي قبله مرة أسعدنا أن نسوي هذا الجزء الثالث. ما أدري ما كنا راح نصوره، بس لأن تعليقاتكم وحماسكم في آخر فيديوين اللي مسوينا صراحة مرة سعدنا وحمسنا أن نسوي هذا الفيديو. جزء اليوم أو الفيديو اليوم راح يكون عن ترتيب الصالة للعيد والطاولة اللي راح نحط فيها العيديات والحلاوة العيد وكل شيء. فالحين جالسين ننظف الصالة، ننظفها تنظيف عميق. طبعا نظفنا البيت كله، بس حابين نشارك معكم كيف طريقتنا في تنظيف الصالة، فراح نشارك معكم كيف ننظف الصالة الحين. وقبل ما نبدأ بالتنظيف حابين نتأسف على التصوير والهزات الكثيرة، فمعليش لأن قبل كم ساعة مصورينه بالليل فالإضاءة ما كانت إضاءة شمس، لأن معروف إضاءة الشمس مرة حلوة. وبس آسفين على هذه الأشياء، ويلا نكمل الفيديو.
هنا جهزنا دلة القهوة والفناجيل بحيث انه يكون كل شيء جاهز. صح انه ما فيه شيء بداخل الدلة، بس انه مجهزينه، حطينا التوزيعات وحلاوة العيد. وصراحة يوم حطينا كل شيء قلنا خلاص بنفتح واحدة من التوزيعات، توزيعات العطور. حابين نشوف كيف شكله، كيف شكل العطور، فقلنا بنفتح واحد وبناكل حبة أو حبتين لي وأختي حلاوة العيد، يعني كذا نذوقه قبلهم. Mm-hmm.